بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خالد صبري وبرنامجكم خواطر في الخلق، وفي حوار الانبياء هنكمل رحلتنا مع نبي الله لوط عليه السلام. هنبدأ الحكاية ان ابراهيم عليه السلام اول من ولد له كان اسماعيل. من مين؟ من هاجر القبطية المصرية زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده. ثم ولد له اسحاق من سارة بنت عم الخليل. بعد كده سيدنا إبراهيم اتجوز، بعدها اتجوز واحدة اسمها قنطورة بنت يقطن الكنعانية، فولدت له 6 أولاد: مدين وزمران وسرج ويقشان ونشق، ولم يسمى السادس. ثم تزوج بعدها، بعد قنطورة يعني هو جوز هاجر وبعد كده سارة وبعد كده قنطورة وحجون، الأخيرة بقى هي حجون بنت أمين، ولدت له 5: كيسان وسورج وأميم ولوطان ونافس. وده مذكور طبعا في كتاب التعريف والإعلام لأبو القاسم السهيلي. اللي مما وقع في حياة إبراهيم الخليل طبعا من الأمور العظيمة قصة لوط، قوم لوط بقى عليه السلام، وما حل بهم من النقمة العميقة، ذلك أن لوط ابن هاران بن تارح وهو آزر كما تقدم، ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل، فإبراهيم وهاران ونحور كانوا إيه؟ كانوا أخوة. وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل إبراهيم عليه السلام بأمر منه يعني، وأذنه فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زعر. سدوم دي في الأردن، يعني وصلوا العلماء أن سدوم دي موجودة في الأردن، وكان يعني تلك المحلة لها أرض ومعاملات وقرى مضافة كمان ليها، يعني كذا قرية منضمة لهذه المدينة ولها أهل من أفجر الناس للأسف وأكفرهم وأسوأهم، يعني طوية وأردأهم سريرة وكمان سيرة، يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم، وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله لهم من النساء لعباده الصالحين. فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، ونهاهم، يعني نهاهم بقى لوط عن الأفعال دي، ويقول لهم إن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإنه يبعدوا عن المحرمات دي بقى والفواحش والمنكرات والأفعيل المستقبحات. فتمادوا بقى على ضلالهم وطغيانهم، وفضلوا مستمرين في الفجور بتاعهم والكفر، فخلاص بقى فأحل بهم الله عز وجل من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم، وجعلهم مثلة في العالمين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين. ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في غير مواضع من كتابه المبين في سورة الأعراف مثلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ذكرنا في كذا موقع أن لوط عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش، فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم، ولم يتركوا ما عنه نهوا به بل استمروا على حالهم، ولم يراعوا عن غيهم وضلالهم، وهموا بإخراج رسولهم من بين ظهرانيهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون.
إلا أن في سورة النمل قال الله تعالى إن إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إيه أناس يتطهرون. فجعلوا غاية المدح ذما يقتضي الإخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج. فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج، وتركهم في محلتهم خالدين، لكن بعدما صيرها عليهم بحرة منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تؤجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج. وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة الكبرى التي لم يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا، ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها، وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق ويخونون الرفيق ويأتون في ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمارهم المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه، حتى قيل إنهم حتى كانوا يعني يتزارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم، وربما وقع منهم الفعلة العظمى في المحافل، ولكن ولا يستنكفون ولا يرعون لوعظ واعظ ولا نصيحة من ناصح أو من ناقل، وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام، بل أضلوا سبيلا ولم يقلعوا عما كانوا عليه في الحاضر، ولا ندموا على ما سلف من الماضي، ولا رموا في المستقبل تحويلا فأخذهم الله أخذا وبيلا، وقالوا له فيما قالوا آتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم. فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول البأس العظيم. فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين، فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته، وبعث رسله الكرام وملائكته العظام، فمروا على الخليل أولا، الخليل إبراهيم أولا، وبشروه طبعا بالغلام العليم اللي هو إسحاق، وأخبروه بما جاءه له من الأمر الجسيم والخط العميم. فقال في سورة الزاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة أو مسومة عند ربك، عند ربك للمسرفين. وقال برضو في سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قال نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وذلك أنه كان يرجو أن ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا، ولهذا قال الله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أي يا إبراهيم أعرض عن هذا وتكلم في غيره، فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم، إنه قد جاء أمر ربك أي قد أمر به من لا يرد أمره ولا يرد بأسه ولا معقب لحكمه، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وذكر سعيد بن جبير أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول يعني أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن؟ قالوا لا. قال ف200 مؤمن؟ قالوا لا. قال ف40 مؤمن؟ قالوا لا. قال ف14 مؤمن؟ قالوا لا. قال ابن إسحاق إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال طب إن فيها لوطا؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها
وعند أهل الكتاب أنه قال: يا رب أتهلكهم وفيهم 50 رجلا صالحا؟ فقال الله: لا أهلكهم وفيهم 50 صالحا. ثم تنازل إلى 10 فقال الله: لا أهلكهم وفيهم 10 صالحون. قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. قال المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتى أتوا أرض سدوم في صور شبان حسان، يعني كان بيقولك في قمة الجمال، اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم. فاستضافوا لوطا عليه السلام وذلك عند غروب الشمس، فخشي إن لم يضفهم غيره من القوم الفاسقين، وحاسبهم بشرا من الناس، وسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب شديد بلاءه، وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم كما كان يصنع بغيرهم معهم، وكانوا قد اشترطوا عليه ألا يضيف أحد، ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. وذكر قتادة أنهم وردوا عليه وهو في أرض له يعمل فيها فتضيفوه، فاستحيا منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها. فقال لهم فيما قال: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشي قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات. قال: وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. وخرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قوم لوط فآتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر سدوم فلقصوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها، وكانت له ابنتان، اسم الكبرى أريثة والصغرى دغوثة. فقالوا لها: يا جارية هل من منزل؟ فقالت لهم: مكانكم لا تدخلوا حتى أتيكم. فرقت عليهم من قومها فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أرادك فتيان على باب المدينة؟ ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم، لا يأخذهم قومك فيفضحوهم، وقد كان قومه ينهوه أن يضيف رجالا فجاء بهم، فلم يعلم أحدا إلا أهل البيت. فخرجت امرأته فأخبرت قومها فقالت: إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه، وفي سورة هود: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة الكثيرة. قال: يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بيرشدهم إلى غشيان نسائهم يتزوج، يعني يتزوجوا بيهم يعني، وهن بناته شرعا لأن النبي لأمته بمنزلة الوالد. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة بعض الصحافة: وهو أب لهم أيضا. وهذا قوله: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والقول أهل الكتاب يعني كمان في آية بتقول: فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فنهى لهم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل رشيد له مسكة ولا فيه خير بل الجميع سفهاء. فجرة أقوياء كفرة أعتياء، وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من قبل أن يسألوه عنه. فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد المجيد مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به من الأمر السديد: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. يقولون عليهم لعائن الله: لقد علمت يا لوط أن إنه لا أرب لنا في نسائنا
وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. واجهوه بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم، ولم يخافوا سطوة العظيم ذي العذاب الأليم. ولهذا قال عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن رشيد. ود أن لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب في هذا الخطاب يعني. وقيل كما أنه: نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأوجبت الداعي. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله على لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل، فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه. وقال تعالى في سورة الحجر: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، ننهيك عن العالمين. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. فأمرهم بقربان نسائهم، وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيئاتهم هذا، وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما نهاهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الطيفان ويحرصون، ولم يعلموا ما حم بهم من القدر مما هم إليه صائرون، وصبيحة ليلاتهم منتقلون. ولهذا قال تعالى مقسما بحياة نبيه محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال تعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ذكر المفسرون وغيرهم أن النبي الله لوط عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم، والباب مغلق وهم يرمون فتحه وولوجه، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب. فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لأحللت بكم النكال. قالت الملائكة: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه، فطمست أعينهم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين. وبكده ننتهي من الجزء الأول من حياة لوط مع قومه. الجزء الثاني هنتكلم فيه انتقام الله عز وجل من قوم لوط وتعذيبهم، والتفاصيل كلها بتاعت القصة، وإزاي انتقم الله منهم وأنجى لوط وأهله من هذا العذاب، في إن شاء الله مع حلقات خواطر في الخلق مع خالد صبري وبرنامجكم خواطر في الخلق. سلام.